في نظرنا نعبر بكل مسؤوليه، نحن نعتمد على اننا سلطه الى سلطه الشعب، ومن هذا المنطلق فالنواب الاحرار يعبرون بكل امانه صوت الشعب الجزائري. فعندما الشعب الجزائري يعبر على اساس كل رموز النظام البوتفليقي لا يمكن لهم الاستمرار، وهذه إرادة عبر عنها رئيس الجمهورية باستقالته، فلماذا اليوم شفنا يرأس الجلسة سي بن صالح، سي بن صالح للشعب الجزائري قال بصوت مرتفع لا الاستمرار لنفس الأشخاص في تسيير دواليب السلطة. من هذا المنطلق نحن عبرنا بكل مسؤولية وكل وعي وحس مدني اتجاه شعبنا واتجاه وطننا، إذا تطبيقا للمادة 7 و8 مع 102 هذه اليوم سلوكنا، هذه القراءة الصحيحة لتسييد إرادة شعبية لا أكثر لا أقل.